يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وأمور هامة جدا هنتكلم عنها بخصوص النادي الأهلي تحديدا، وعندنا بعض الأخبار المتعددة في الجوانب المحلية والعالمية وأمور كتير جدا هنتطرق ليها مع حضراتكم. دايما الأهم تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، والسؤال بيتعلق في اعتقاد حضرتك، شايف مين اللاعب اللي كان في الأهلي يستحق التواجد في منتخب مصر خلال الفترة الحالية، وهناخد تعليقات حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم كما هو المعتاد. كمان عندنا العناوين، عناوين مهمة جدا لحلقة اليوم نشوفها. في ترند الأهلي، الفريق الأول يستأنف تدريباته اليوم. الأهلي ينتظر موقف القيد المحلي قبل نهائي إفريقيا. أما في الترند العالمي، إصابة ثنائي ريال مدريد بفيروس كورونا. تفاصيل كتير جدا هنتكلم عنها في حلقة اليوم، وخصوصا أن الفريق الأول لكرة القدم هيستأنف تدريباته استعدادا للمرحلة الهامة جدا طبعا المقبلة، واللي تتمثل في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري أمام نادي الزمالك في مباراة هتكون للتاريخ بإذن الله. نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. طبعا المتابعة كلها هتبقى بخصوص هذه المباراة، وكلامنا كله هيكون بخصوص هذه المباراة، مع احتمالية ان يكون في مباراة في كاس مصر قبل المباراة النهائية دي لبطولة افريقيا بحوالي اسبوع او 8-9 ايام يعني. فهنفضل متابعين طبعا كل ما هو جديد، لكن خليني اقول لحضراتكم اهم مباراة اليوم في مختلف الدوريات الاوروبية، وتحديدا اهم ثلاث دوريات قبل ما نخش كمان في تفاصيل حلقة النهاردة. الدوري الانجليزي النهارده، ايفرتون لعب مانشستر يونايتد، مباراه انتهت بفوز مانشستر يونايتد 3-1 في مباراه كانت قويه جدا. تقدم فريق ايفرتون وقدر فريق مانشستر يونايتد ان هو يرجع في المباراه بنتيجه كبيره. اهم ما يميز هذه المباراه او ابرز ملامحها طبعا ان برونو فرنانديز طبعا نجم مانشستر يونايتد احرز هدفين وصنع الثالث لإيديسون كافاني، اولى اهدافه في الدوري الانجليزي. الساعه 5 مباراه اخرى ما بين كريستال بالاس وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، وهي بتلعب في هذه اللحظات او ابتدت خلاص، والساعة 7:30 تشيلسي مع شيفيلد يونايتد، والساعة 10 بالليل ويست هام مع فولهام. ده فيما يتعلق بالدوري الانجليزي. الدوري الاسباني، هويسكا مع ايبار مباراة تتلعب، وايضا برشلونة مع ريال بيتيس دي الساعة 5:15. وفي مفاجأة جدا كبيرة جدا بخصوص هذه المباراة، وهو تواجد ميسي على دكة البدلاء. هل الموضوع ليه علاقة باللقطة الأخيرة اللي هو كان بيمشي فيها جنب الكورة كده في المباراة الأخيرة برشلونة؟ لا، لكن ده في الآخر كان قرار كومان المدير الفني الهولندي للفريق. الساعة 7:30 إشبيلية مع أوساسونا، والساعة 10 بالليل أتلتيكو مدريد مع قادش. الدوري الإيطالي، كالياري مع سامبدوريا الساعة 4 ده تلعب أو بيتلعب في هذه اللحظات، والساعة 7 مباراة ما بين بنفينتو وسبيزيا، والساعة 9:15 بارما مع فيرونتينا. دي أهم وأبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات العالمية وأهم ثلاث دوريات في أوروبا تحديدا. بعد الفاصل في كلام مهم زي ما أنتوا تعودتوا مننا، وكلام لازم نوضح فيه أمور كتير جدا لكل جماهير النادي الأهلي. استنونا بعد الفاصل. قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة، قلت وحفضل أقول جمهور الأهلي ما بيضحكش عليه خالص. انت ممكن تضحك على الناس بعض الوقت ممكن تضحك عليهم، لكن مش طول الوقت هتقدر تضحك عليهم. واللي بيجي على الاهلي ما بيكسبش خالص، والتجارب اثبتت كده. حلو، نفس الحال الحقائق كلها واحده واحده بتبان، كل الامور كده مع الوقت هتبان للناس، ما فيش حاجه بتستخبى خلاص، بقى كله بيتعرف حتى لو بعد سنين كله هيتعرف. وانا عايز استشهد كمان واقول محمد شريف في لقاء تلفزيوني لاعب الاهلي العائد من العار، قال لك ايه؟ قال لك الجنيه في الاهلي يساوي 10. ماشي. نادر شوقي امبارح قال لك ايه؟ قال لك لا، الجنيه يساوي 20. انا بقول لحضراتكم الدقيقه في النادي الاهلي لا تقدر بثمن، وبرضه اسال مجرب. في ناس كتير جدا خدت قرارات غير متوقعه، وبعد ما اعتزلوا كورة وبطلوا وكلام من ده ندموا أشد الندم، وفي كل تصريحاتهم بيقولوا إحنا غلطنا في حق الأهلي، وإحنا كان نفسنا نكمل، وإحنا وحاولوا على مدار مسيرتهم قبل ما يعتزلوا إن هم يرجعوا النادي الأهلي. كل دي يعني حاجات معروفة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. طبعا حضراتكم بتسألوا أنا بتكلم في كده ليه دلوقتي، أو كل اللي أنا بقوله دلوقتي ده ليه؟
لان امبارح احنا شفنا لقاء للاعلامي الكبير طبعا الاستاذ او الكابتن احمد شوبير طبعا الاعلامي الكبير جدا، واستضاف الاستاذ نادر شوقي وكيل رمضان صبحي السابق واللي كان وكيله في توقيت المفاوضات مع النادي الاهلي واللي كشف كل اكاذيب رمضان صبحي. يعني نادر امبارح كشف كل اكاذيب رمضان صبحي اللي كان قالها رمضان في الحلقه اللي ظهر فيها مع الاستاذ الكبير والاعلام الكبير الاستاذ عمرو اديب من حوالي 10 ايام. فبالتالي انا عندي بعض النقاط اللي عايز اعلق عليها وبعض النقاط اللي لازم تكون واضحه لجمهور النادي الاهلي. ممكن دلوقتي البعض يقول لك يا عم بص احنا داخلين بقى على بطوله افريقيا عايزين نركز. لا طبعا احنا هنركز في بطوله افريقيا هي الاهم، لكن حق الاهلي ما نسيبهوش. لما تيجي حاجات زي كده لازم نركز عليها ونبين ان الاهلي اتصرف صح ونبين ان الاهلي كان عنده حق في قراراته وكان عنده حق في كل خطواته. فرصه لازم نقف عندها. ماشي، انا هبتدي بالكابتن شريف اكرامي. امبارح نادر اتسأل، الراجل المحترم استاذ نادر شوقي اتسأل مين قعد في جلسة تحديد المصير بخصوص انتقال رمضان صبحي لبيراميدز او بقائه في الاهلي، فالراجل قال لك اللي كان موجود انا اللي هو نادر شوقي، شريف اكرامي تمام لاعب الاهلي السابق، وجوز اخت رمضان صبحي، ومين تاني الرابع كان علي صقر وكيل رمضان صبحي الجديد. طيب دي حاجه مش جديده، رمضان نفسه اعترف بيها في برنامج الاستاذ عمرو اديب. طيب الجديد ايه؟ ان الكابتن احمد شوبير طبعا بذكائه المعهود ومهنيته الرائعه يعني في الحقيقه قال وسال سؤال ذكي جدا جدا وعايز يطلع من نادر رساله معينه، يعني عايز اجابه ورساله معينه، وده دور اعلامي مميز بصراحه. قال له طيب حد في الأربعة أو في الثلاثة اللي كانوا قاعدين مع رمضان دول اعترض؟ أنا بقى هسيب لحضراتكم التعليق. نادر شوقي بان جدا على وشه ووضح من كلامه لما هو اتكلم إن لا محدش اعترض. يعني أنت كنت موجود يا كابتن شريف، يا كابتن شريف يا ابن النادي، أنت كنت موجود مع رمضان أهو في جلسة تحديد مصيره وانتقاله لبيراميدز. وانا في الحقيقه بعض الاصدقاء المشتركين يعني مع كابتن شريف اكرامي وانا بحترمه على المستوى الشخصي بالمناسبه، اختلاف اراء ومواقف الواحد اتصدم فيها، لكن بعض الاصدقاء المشتركين يعني لموني شويه على انتقادي قبل كده للكابتن شريف اكرامي وان انت بس يعني جيت عليه جامد وبتاع وكده، وقالوا لي زعلوا كمان وكلام من، بس الواضح قلنا انا كان عندي حق. يعني الايام كلها بتثبت ان انتقادنا ولومنا لشريف اكرامي كان في موضعه، وخصوصا بعد التويتات اللي كان كتبها شريف عشان يبرر موقفه او يتنصل من دوره في انتقال رمضان صبحي، وبالعكس التويتات دي ادانت شريف سواء في توقيتها الخاطئ جدا او حتى في بعض الكلمات اللي قالها بانه هو كان اول المحفزين لرحيل رمضان للاحتراف واول الرافضين لعوده رمضان للنادي الاهلي. يعني هو الراجل ادان نفسه بما انه كابتن للنادي الاهلي في التوقيت ده وبما انه ابن من ابناء النادي الاهلي. يعني فانت كنت موجود اهو يا كابتن شريف، وهو بالمناسبه كان طلع مع احد الزملاء الاعزاء في احدى البرامج في اول لقاء ليه بعد القصه دي، ولا لا انا ماليش دعوه، ماليش دعوه بموضوع رمضان صبحي، ما تدخلنيش في الموضوع ده. طب ما ايه المشكله يا كابتن شريف، انت لو ليك راي قوله سواء بالسلب او بالايجاب مش هتفرق. فيا ريت يا كابتن شريف بقى بعد كده ايه ما تحاولش تلعب على تعاطف الجمهور معاك، لان خلاص مش هتكسب تعاطف الجمهور. اللي خرج من الاهلي بالطريقه دي خلاص بقى ينسى، يعني سواء شريف او سواء رمضان، انتوا خرجتوا بشكل مغاير تماما للشكل اللي خرج عليه احمد فتحي. طبعا خرج بشكل مميز جدا واكتسب احترام الجميع، لكن الاساليب دي والطرق دي غير صحيحه ومواقف ما بتتنسيش عند جمهور الاهلي. انت خلاص يا كابتن شريف خدت رمضان وديته بيراميدز، مفيش مشكله عادي يعني، خلاص مفيش مشكله نعترف بدي. فما نحاولش بس ان احنا ايه نكسب بعض من جمهور النادي الاهلي او نقول بعض التصريحات اللي ما تكونش يعني مناسبه يعني واللي بيدين اكتر للاسف. فده فيما يتعلق بشريف. فيما يتعلق ورد نادر الاستاذ نادر شوقي عليه وكيله السابق.
لان رمضان طلع بصراحه هاجم نادر وقال ان الراجل ما جابليش عروض، مع ان نادر امبارح بيقول لك 32 خبطت على 32 نادي من 32 ل 34 نادي عشان ياخدوا رمضان. لكن الظروف، هل رمضان امكانياته قليله؟ لا طبعا امكانياته جامده، بس الظروف الوقت ده ما كانش ينفع. قال لك العرض الوحيد اللي جبته رمضان كان بشاك شهير التركي وفريق بيلعب في الشامبيونز ليج وجاب له فلوس كويسه، وكان رغبه رمضان الاحتراف وهو ما وافقش على العرض ده. يعني الراجل اشتغل. انا مش هنا عشان ادافع عن نادر، انا مش هدافع عن نادر، الراجل دافع عن نفسه امبارح واتكلم. انا هنا عشان اثبت حاله، انا هنا عشان اقول ان النادي الاهلي ما قصرش في ملف رمضان صبح زي ما زعم البعض. قال لك رمضان، قال لك ايه الاهلي لو كان عايز يخلص كان خلص. لا رمضان انت بتكذب بصراحه، انت بتكذب رمضان، انت عارف كويس قوي ان الاهلي كان عايز يخلص. وامبارح بعت رساله في الحلقه لكابتن شوبير يسالها او سؤال يساله النادر، يعني هل الاهلي كان عايزني اعاره ولا كان عايزني شرها؟ وانا في النقطه دي بقى عايز اوضح الجزئيه دي لجمهور الاهلي. اللي معروف للناس كلها ايه في وقت ما كان رمضان معار للاهلي من هدرسفيلد؟ معروف ايه؟ ان رمضان عايز يطلع يكمل احترافه بره. حلو، جت موضوع كورونا ومش عارف ايه، فكورونا عطلت الموسم، فالموسم هيخلص بعد انتهاء العقود الاعاره. فالفيفا طلع حل، قال لك يا جماعه اللي عنده يعني وقت لسه في الاعاره وكلام من ده ممكن يتمد لما بعد انتهاء الموسم. فبناء على الكلام بتاع الفيفا ده والتحركات وبناء على رغبه رمضان الاساسيه في الاحتراف، الاهلي قال طيب احنا هنستغل الاتاحه اللي اداها لنا الفيفا ان احنا نمد عقد الاعاره لغايه لما يخلص. وفي نفس الوقت زي ما قال نادر امبارح كان مبلغ طالبه هدرسفيلد في رمضان 7 مليون جنيه استرليني، وده مبلغ كبير جدا يعني بصراحه، ايا كان اللاعب يستحق ويستحق بس كبير جدا. لكن رغبه الاهلي لو كان عايز رمضان بعد ما الإعارة تخلص وبعد ما المد ده يخلص، وكان لازم المد ده يكون بموافقة الثلاث أطراف هدرسفيلد ورمضان والأهلي، يعني كانت رغبة الأهلي الأساسية وما فيش رغبة تانية غيرها، ودي معلومة مؤكدة أنا بقولها لحضراتكم، هو شراء رمضان صبحي. شراء رمضان صبحي، حتة إن الأهلي يدفع فلوس تانية في إعارة ما كانتش مطروحة مطلقة خالص. فبالتالي وضح من خلال رد نادر إن رمضان كان بيكذب وكل الناس كانت عارفه الكلام ده وما كانش فيه وضوح. طيب يا رمضان عادي، انت عايز فلوس مش عايز احتراف، قول يا جماعه انا بصراحه رايح عشان فلوس، مش عيب والله ما عيب، لك كل الاحترام والتقدير لشخصك لظروفك لكل حاجه، لكن ما تحاولش تضحك على جمهور الاهلي، ما تحاولش تضحك على جمهور الاهلي. فانا عايز اشكر نادر على ايضاحه للحقائق امبارح مع الكابتن شوبير، وعايز استغل الفرصه دي بصراحه لاثبات ان الاهلي كان خلص مع هدرسفيلد. الاهلي كان خلص مع هدرسفيلد ودي حقيقه، وما كانش موجود في الاعتبار ابدا ابدا ان رمضان ممكن ياخد قرار تاني داخل مصر غير النادي الاهلي. وكل الحقائق، في حقائق بقى وكواليس اكتر من كده بكتير، بس انا مش هقدر اتكلمها مع حضراتكم غير بعد انتهاء التحدي الافريقي باذن الله تعالى، نكون فرحانين ومبسوطين والدنيا تبقى زي الفل، وباذن الله هتكلم معاكم في كل حاجه وفي كل التفاصيل اللي تخص القصه دي. القصه موجوده مطوله معانا، الاهم دلوقتي الملف الافريقي، لكن الشيء بالشيء يذكر، بعد التصريحات بتاعت امبارح دي الشيء بالشيء يذكر، فلازم نستغل الفرصه نتكلم فيها. طب اديكم الخلاصه؟ اديكم الخلاصه؟ ماشي. اكرامي خلص على رمضان. اكرامي خلص على رمضان. سواء بطريقه مباشره او غير مباشره. ازاي؟ رمضان تاثر بعقليه وتفكير اكرامي. العقليه والتفكير اللي خسروا اكرامي جمهور الاهلي. فبالتالي رمضان كمان خسر جمهور النادي الاهلي. فهو ده ايه اللي حصل، ودي الخلاصه الخاصه بالقصه دي، وانا لسه هتكلم مع حضراتكم في القصه دي باذن الله بعد انتهاء التحدي الافريقي بتفاصيل اكتر من كده. وخلينا داخلين بقى في الفتره اللي جايه على الاهم بالنسبه لنا، هو بطوله دوري ابطال افريقيا. سريعا عايز اقول بعض الاخبار بسرعه. مؤمن زكريا النهارده شارك في انتخابات مجلس النواب وادلى بصوته، وده امر مميز جدا، ودي صور طبعا من شاركته، وده ان دل يدل على تحسن حاله مؤمن زكريا، رب يشفيه ويعافيه ويرجع بالف سلامه باذن الله تعالى. وده يمكن اهم خبر بالنسبه لنا النهارده، لان بنطمن من خلاله على نجم كبير زي مؤمن زكريا. هروح لفاصل سريع، لسه في تفاصيل هنتكلم فيها وفقرات من حلقه الترند النهارده، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نبتدي ترند الاهلي واولى فقرات حلقه اليوم من الترند، ونشوف ايه اهم الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا. تحديدا نبتدي بحساب دوري ابطال افريقيا على تويتر، واللي قال 20 يوما.
في تنويه على عدد الأيام المتبقية حتى انطلاق المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك، الأهلي والزمالك من نهائي زي ما بيقولوا نهائي القرن، هو فعلا يستحق هذا اللقب. لكن في كل الأحوال ركز معايا، في كل الأحوال أنا مش عايز أضغط على الفرقة، أنا عايز بس أنقل لهم ثقة الناس فيهم، أنقل لهم ثقة الجمهور في اللاعبين. مباراة قوية، نادي الزمالك نادي كبير ومحترم، الأهلي بيكن ليه كل التقدير والاحترام بالنسبة للاعبيه وجهازه الفني، تقدير واحترام كامل وإمكانيات كبيرة نادي الزمالك، ولازم الفريق اللي انت هتلعبه تديله الاحترام الكامل، وبإذن الله ربنا يوفقك في التعامل في هذه المباراة وتقدر تفرح جمهور الأهلي. فأنا بنقل لهم بس ثقة الجمهور فيهم وبإذن الله يكونوا موفقين. خلينا نروح للي خبر التالي وبالتحديد من يلا كورة وتاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في أفريقيا، تميمة حظ ولا هزيمة. وهنا بيتكلموا على بعض الأرقام التاريخية، وهو هيفضل الحديث خلال الفترة الجاية عن هذه المباراة طبعا، شئت أم أبيت ده الطبيعي اللي هيحصل، يعني لأن هي مباراة مرتقبة بكل تأكيد. فهو قال لك إن الأهلي واجه الزمالك خلال أربع نسخ سابقة لدوري الأبطال أعوام 2005 و2008 و12 و13، انتهت جميعها بتتويج المارد الاحمر بطلا للمسابقه، ونتمنى يعني يكون برضو البطوله دي على نفس غرار البطولات السابقه. وطبعا كان ده مش مقياس لكن هي ارقام يعني واحصائيات يعني، فده ابرز شيء يعني. الاهلي لم يعرف تعمل هزيمه امام الزمالك في البطوله الافريقيه، خمس مباريات اتعادلوا في ثلاثه منهم والاهلي فاز، يعني ارقام كتير بخصوص هذه المباراه. طيب ولسه هتلاقوا ارقام اكتر هتكون على مدار الايام اللي جايه حتى موعد يوم المباراه يوم 27. الوطن سبورت على تويتر قالوا ان الاهلي ينتظر رد الجبلية وكاف لحضور الجمهور نهائي افريقيا. كل الامور دي لم تحدد بعد، كلها مجرد اجتهادات، وكله هيكون مترتب على الاجراءات الاحترازيه وعلى مدى تفشي فيروس كورونا والموجه الثانيه وايه اللي بيحصل. طبعا ربنا يشفي ويعفي الجميع ويسلم الجميع ان شاء الله من هذا الفيروس في الموجه الثانيه تحديدا، وبنشوف الاعداد بتزيد ان شاء الله باذن الله الامور تكون بسيطه على الكل. خليني سريعا اروح لمداخله مهمه جدا مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان يطمننا على بدايه استعدادات النادي الاهلي للمرحله الهامه جدا المقبله. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك يا زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف. طبعا الفريق بيعود بعد اجازه بعد انتهاء مباراه طلع الجيش، فبالتالي النهارده ممكن يكون في نوع معين من انواع التدريبات، حطنا في الاجواء وقول لنا ايه الجديد عندك يا شريف. يمكن بعد اجازه استمرت حوالي 6 ايام يستأنف اليوم الاهلي تمريناته كان في الرابعه عصرا. يمكن مستر موسيماني ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ عقدوا جلسه مع اللاعبين امتدت حوالي 7-8 دقائق، اتكلموا فيها عن المرحله المقبله والتركيز فيها المرحله المقبله والعنايه الشخصيه بالاجراءات الاحترازيه، لان موجه كورونا اللي بنسمعه في العالم كله. فالكابتن سيد عبد الحفيظ حذر اللعيبه من الاستهانه بالاجراءات الاحترازيه علشان خاطر صحه اللاعبين، ويمكن كان في استجابه كبيره من اللاعبين وتطبيق الاجراءات الاحترازيه بالكامل حرصنا على سلامتهم، والمرحله الجايه مش محتاجه غيابات اكتر من اللي موجوده. يمكن بعد المحاضره راجل عمل تمرينه بدنيه، يمكن شارك خبر مفرح لكل جماهير الاهلي، شارك فيها سعد سمير كل التدريبات البدنيه. ويمكن لما جه بقى جزء الكوره غادر سعد سمير التمرين، سعد خلاص بيقترب بقوه كبيره جدا الى الرجوع مره اخرى الى الفريق الاول. رامي ربيعه النهارده بيأدي تدريبات قويه جدا من اول دقيقه لحد دلوقتي، التمرين شغال امامي الان. رامي ربيعه يعني ما شاء الله نمسك الخشب ماشي بكل قوه من اول دقيقه الى الان، يمكن بيأدي تمرينه بكل قوه بلفت الانظار مع طبعا زميله ياسر ابراهيم في التقسيمه. يمكن موسيماني عامل تقسيمه دلوقتي لفت فيها الانظار ولفت انظار كل متابعي تمرينه كهربا النهارده اللي احرز 3-4 اهداف الى الان، وعامل تقسيمه ملفته للنظر جدا هو واللاعب الكبير طبعا وليد سليمان. يمكن معظم التقسيمه فيها نجوم كتير من الناشئين، ولكن اللي عاجبني في الامر ان مستر موسيماني حريص ان يطبق فكره وزي ما بيشتغل مع التشكيله الرئيسيه اذا كان الموجودين في المنتخب المصري او المحترفين الموجودين مع منتخباتهم، مستر موسيماني بيطبق هذا الفكر مع ايضا مع الناشئين الموجوده دلوقتي في ملعب مختلف. عدد الناشئين كام تقريبا يا شريف؟ كبير عدد ممكن 9 و10 يعني طبعا. عدد كبير جدا، والراجل عامل تقسيمه بطول الملعب بيطبق نفس الفكر، نفس التحرك، نفس الاستلام اللي من غير كوره، تحرك من غير كوره، نفس الفكر اللي بيطبقه مع الفريق الاول بيطبقه مع الناشئين اللي طبعا في دلوقتي الفرقه مقسومه قدامي في فرقه اول او يعني نجوم وفي ناشئين دمجوا مع بعض وبيطبق نفس الفكر مع الفرقتين، وما شاء الله ظاهرين بشكل كويس جدا. الاستجابه عند الناشئين ملفته للنظر، بيتنفذوا التعليمات بحذافيرها. طيب يا رب باذن الله يكون اللي جاي كله انتصار. سريعا يا شريف هسالك سؤالين، حسين الشحات مده غيابه قد ايه؟
حسين الشحات النهارده وقف عمل جلسه مع مستر موسيماني ودخل الجيم، بتتكلم يومين ثلاثه باذن الله ويكون موجود مع التمرين في التدريبات طبيعي يعني. باذن الله. باذن طيب الله. بالنسبه لبرنامج الفريق اخيرا خلال الفتره اللي جايه هيكون عباره عن ايه؟ هيكون تدريبات، هيكون تجمع الساعه 3 والتمرين هيكون الساعه 4 الفتره القادمه لحد ما نشوف بقى اتحاد الكره هيرسل خطاب رسمي عشان ميعاد كاس مصر ولا هيكون اولنا نهائي افريقيا اللي هيكون 27، فلسه اتحاد الكره او النادي الاهلي هيحدد بناء على اتحاد الكره المصري برنامجه الفتره الجايه. اكيد تمام. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش طمنا على بدايه استعدادات النادي الاهلي للمرحله المقبله. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا نكمل ترند الاهلي ونروح لحساب دوري ابطال افريقيا واللي قال تصريحات او نقل تصريحات من خلال فيديو لمستر بيتسو موسيماني مدير الفني للنادي الاهلي وبيتكلم فيها عن بعض الامور اللي بتتعلق بالنادي. خلينا نروح نشوف التصريحات دي سريعا ونرجع. يلا بينا بعد الفاصل ناخد اخر فقرات حلقه اليوم. يلا بينا. سؤال حلقتنا النهارده كان ايه راي حضراتكم او مين اللاعب اللي كان يستحق ان هو يتواجد في قائمه منتخب مصر خلال الفتره الحاليه وقبل مباراتي توجو في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه؟ فكانت اجابات حضراتكم من خلال يوسف مختار قال ياسر ابراهيم وليد سليمان كانوا يستحقوا، ومعاذ محمد قال انا بصراحه مش عايز حد يروح عشان الاصابات. طبعا يعني مباريات المنتخب هي الاهم يعني، واكيد المنتخب مصر فوق اي نادي او اي شيء، ده امر طبيعي. ومحسن عبد الهادي قال ناصر ماهر، وادهم ايمن قال مروان محسن. دي كانت ابرز تعليقات حضراتكم بخصوص سؤال حلقه النهارده. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره حلقه جديده وتفاصيل اخرى بتخص نادينا الحبيب النادي الاهلي. استنونا، الى اللقاء.